البرنامج الفترة اللي جاية بعد تواجد مدير فني بشكل دائم؟ هو طبعا الراجل صاحب سي في كبير جدا يعني في اليونان. احنا بس الحاجه المهمه اللي الناس لازم تعرفها حكايه الاستعجال دايما على انك تعلن عن مدرب او عن لعيب. احنا يعني اتعودنا ان الحاجات دايما اللي هي بنتكلم فيها كتير مش بتكمل. ايوه، لكن احنا بنقول الحاجه في وقتها بعد ما نخلص. يعني النهارده كان في قعده عشان اللاعب سليم العسوي، لاعب صغير تحت 20 سنه من نادي سبورتنج، وهيبقى خلاص موجود معانا، هيلعب في الفريق الاول وفريق تحت 20 سنه، فربنا يوفقه ان شاء الله يكون اضافه يعني للفريق. بالنسبه للمدرب طبعا هو مدرب كبير، السي في بتاعه عالي، ان شاء الله باذن الله بنتفق معاه، هنشوف بس بدايه الدوري بالضبط امتى عشان نقدر نعرف احنا فتره الاعداد هنبتدي في تاريخ كام، وهنتفق معاه فاقرب وقت طبعا هيبقى موجود هنا عشان نقدر نبتدي بدري ونبتدي نحسم حاجات كتير خاصه باللاعبين، يعني خصوصا انت عارف موضوع اللعيبه وزي ما بيسموها الصفقات، اللعيبه والانتقال، اللعيبه اللي عقودهم انتهت، اللعيبه اللي هتقعد، اللي هتمشي، اللعيب اللي هنقدر نجيبه من بره، فلازم طبعا يكون لي راي. فانا ان شاء الله يعني الفتره الجايه دي على قد ما اقدر اكبر عدد من المباريات بتاعتنا هيتفرج عليها عشان يتعرف على الفرقه، وطبعا هيجي هنبتدي فتره الاعداد، وان شاء الله باذن الله يا رب يكون موسم يعني جيد زي الموسم اللي فات. احنا متعودين في نادي الزمالك على التحدي وعلى الصعوبات، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده الصعوبات كلها كانت في المشكله مش في الموضوع ان احنا المدرب يجي او ما يجيش، هي الصعوبات كلها في لعيبتنا نفسها، لعيبه نادي الزمالك اللي هي هتمشي، واحد زي انس اسامه لما يروح يحترف، زي حاتم موضوع الجيش، مهاب ياسر. ان شاء الله انا بقول لجمهور نادي الزمالك باذن الله يطمئن، احنا مش يعني احنا شغالين ما بنقعدش، المدرب خلاص نقفل الملف، هو المدرب موجود ومدرب كبير قوي، اللعيبه حاتم باذن الله بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون موجود معانا، ممكن موضوع الجيش يخلص يعني ربنا يسهل، لسه طبعا بس بقول بنسبه كبيره يعني. طبعا انس اسامه لغايه دلوقتي هو لسه ما سافرش، فان شاء الله باذن الله ما تعرفش السفر انس مش كده؟ احنا بنتمنى له الخير يعني. طبعا حاجه كبيره قوي وشرف كبير لينا كنادي زمالك وكمصريين يعني انه اللعيب من عندنا يبقى موجود في الام بي اي، فطبعا دي حاجه نصيب يعني، لو ربنا رايد انه هيسافر موجود، طبعا احنا نتمنى يعني لكن بنتمنى له الخير كمان. مفهوم. بالتوفيق باذن الله كابتن ياسر، وانا بشكرك جدا على وجودك وعلى توضيحاتك معانا. الكابتن ياسر عبد الوهاب مدرب نادي الزمالك لكرة